وانت بتقيم بتكتب سعر العمله بتاعتك التقليدي في السوق، بحيث لا قدر الله لو حصل اي حاجه قحط ليها او تلف، انت بتاخد الرقم اللي انت كاتبه كامل، بمعنى ان في تامين على كل عمله بتخش الشركه، ودي تعتبر حاجه كويسه جدا. واللي بيقيمه مجموعه محترفين خارج مجال تجاره او مجال الهوايه كليه. يعني احنا قعدنا ندرب ناس لعده اشهر من خارج الهوايه ازاي يقيموا العمله، وده عشان يبقى في حياديه تامه، بحيث ان العمله لما بتخش الشركه بتلف على المقيمين بدون ما يعرف هي العمله دي تخص مين، بحيث ما يبقاش في هوا سواء يعلي في التقديم او يقلل في التقديم. لا، كل واحد ما هوش عارف العمله دي بيقيم بطريقه محايده، والمقيمين كلهم خارج مجال الهوايه.